عشنا ويا ما حنشوف عوجة والطابع مكشوف عشنا ويا ما حنشوف يا ما حنشوف عوجة والطابع مكشوف مكشوف عوجة صباح النور لونا علي استاذ طارق تحب وصلك لشي محل شو رايك انا اليوم وصلك على بيتكم وبيجي الظهر باخذك من هنيك والسياره سياره بتضل معي انا اسف استاذ طارق سياره مدير عام موصيني المدير العام ما راح يضرب شيء يا ابو عمار بعدين انا كتير كريم مع اللي بيخدموني شو قلت انا اسف استاذ طارق وين بدك بوصلك السياره انا بسوقها ما بعطيها لحدا سوق اخي سوق استناني هون ما بتتزحزح من هون للما اطلع بجوز طول شوي يعني حتى لو بقيت خمس ساعات تستناني مفهوم تكرم استاذ طارق ماشي مرحبا شباب علي يا ابو احمد شلونك يا ابو احمد فيفا وينك امبارح ما حط من الكليه مبين هلا امبارح كان راسي هيك شوي عم يجعني ما احسن تطلع من البيت لا ان شاء الله خير واليوم شلون ان شاء الله احسن لا الحمد لله احسن الحمد لله لا احسن اليوم شايفك جايب المرسيدس شو وين الاوبي لا حيرتونا نجي بالمرسيدس تقولوا لنا وين الاوبي نجي بالاوبي تقولوا لنا وين المرسيدس هلا انتوا شو فارق معكم اجيت بالاوبي ولا بالمرسيدس اجيت بهاي ولا بهاي اجيت على الحمار مليح
على حمار على حمار، مو خلاف، بس حبينا نطمن. السيارة طلعت ولا لساتها محجوزة؟ خود علي. لا يا ماجد، لا هذا سؤال ينسأل يعني. أكيد طلعت ورجعها بنفس اليوم، والشرطي يعني الله يعلم شو صار فيه، الله غضب عليه، حجز السيارة ونزل غضب الله عليه. لك نسيت طارق ابن مين؟ معك حق، بهيك نسيان. طمنوا لي بالكون، السيارة رجعتني على البيت، واللي رجع لي إياها الشرطي نفسه، واعتذر مني وسامحته. يا لطيف، يا لطيف، شو قلبك كبير وحنون وكفو. لك كفوا بلاكن عنا بقى. أهلين وسهلين أستاذ طلال، ليش تأخرت؟ المدير سأل عنك. أمي مرضت، جبناها للدكتور، قال بدنا نقلع على المستشفى، فنقلنا. خير إن شاء الله، هلأ شلونها؟ حطوها بالعناية المشددة. الله يصلحك، ليش إجي؟ خليك عند أمك. بخاف المدير العام يعتاد شيء. أمك أهم، وهلأ فوت لعند الدكتور وبحكي له. في عنده حدا؟ لا ما في عنده حدا. أوام ألو أمال؟ وينك هلا؟ سأل عنك المدير وقلت له إنك بالأرشيف. الله يجيرنا الكذب. وطلال كمان أمه بالمستشفى. لا تأخر أوام، تعالي بركي سأل عنك المدير مرة تانية. يلا أوام. طيب ليش ما خبرتني؟ ما بتعرف انه انا طبيب قبل ما اكون مدير عام؟ شو طلع معه؟ الدكتور قال ازمه قلبيه. خير ان شاء الله. وشلون وضعه هلا؟ قال اذا مرقت 48 ساعه ممكن تنفوت. عليها العافيه ان شاء الله. الله يعافيك. استاذ طلال، انت ممكن تحتاج حق ادويه ومصاريف ثانيه. لا مسك هدول خليهم. شكرا دكتور، الحاله مستوره الحمد لله. استاذ طلال والله ماشي، وقت ما بتعتازهم بترجع لي اياهم. انت تيسر على المستشفى واتصل فيه وخبرني. شكرا دكتور، عليها العافيه ان شاء الله. ابو شريف. نعم. الله ينعم عليك ويرحم والدينا ووالديك. شو اخبار منامتك؟ ما في شي ريحه مكافاه؟ خلصنا بقى ابو معتز، لا تخليني اندم على المنام اللي شفته. لفه برمه واشتغل. لفه برمه واشتغل. الو نعم. احترامي استاذ. بتؤمر استاذ. حاضر، جاي فورا. مع السلامه. اكيد المدير العام، شو بده منا؟ بده ياني يروح لعنده. شو القصة بينك وبينه؟ ما بشوف إلا هالمدير العام كل يوم والتاني عم يطلبك لعنده. لك شو في بينك وبينه؟ شو بده يكون يعني بيني وبينه؟ شغل. بعرف شغل، بس أنا شايف إنه علاقتك معه صايرة قوية كتير، يعني غير علاقة مدير عام موظف يشتغل عنده. شو قصدك؟ لا لا مو قصدي شيء، بس يا أبو شريف أنا بصراحة حاسس إنه في شيء مخبي عني. نحن زملاء وعيب الواحد يخبي عن التاني شيء، ما هيك يا أبو شريف؟ إيه هيك، بس ما في شيء لازم تعرفه وما قلت لك عليه، عن إذنك. أبو شريف، أبو شريف، طالما رايح تقابله بركي بتحاكينا شي كلمتين حلوين بحقي. يعني خليه كافئنا بشي قرشين، هي بدنا نستلم نجد بالشريات. خليه يقطع علينا الطريق ويكافئنا قبل ما تلعب إصبعك بره يعني. تكرم عينك ابو معتز، الف غرض مثل الغرض. هلا بقول له المدير العام بيقول لك ابو معتز يا بتكافئه يا بتلعب اصبعك برو. اوعك اوعك اوعك، لك مجنون، اوعك ما بتلعب ما بتلعب. لا تصدقوا، ما بتلعب اصبعك برو. شوف لي القائمه يا ابو شريف. هي قائمه باسماء الموظفين المكلفين بالعمل الاضافي. بعرف، بس شو رايك فيها؟ من أي ناحية أستاذ؟ يا ترى كل هاي الأسماء بتطلب عملهم إنه يكون عندهم إضافي؟ ولا ربعهم أستاذ؟ معناتها بتاخذها لمكتبك بتدرس لي إياها، بتشطب لي كل اسم طبيعة عمله، ما بتتطلب أبداً إنه يقبض الإضافي. اشطب بس ولا ضيف كمان؟ إذا في حدا فعلاً بيشتغل إضافي ما في مانع تضيفه. ساعة زمان بتكون على مكتبك أستاذ. طيب شكراً لك. يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك. شريف شو كان بده منك؟ مثل ما قلت لك شغل. والمكافأة؟ صرفها. لك ريتهم يسلموا لي هالإيدين، يسلموا لي هالشوارب، ها؟ وهي بوسة من هالوش العلو كمان وحدي. صرفها إلي، مو إلك. وأنا
هلا مو وقتك، عندي هرهرة. هرهرة؟ هرهرة شو؟ هرهرة؟ لك ابن عمرك مو سمعان بالهرهرة. الهرهرة يعني شلون بدي فهمه كيف بهرهر الواحد؟ وشو بدك تهرهر؟ اسنانك. الله يحسن كبرك. صيف ابو شريف. انا اسف جان، انا حكيت مع المدير العام، الحقيقه ما عم يقبل استثناءات من حدا ولا وساطات حتى مني. لا ما كان امنا فيك هيك يا استاذ وحيد. صار لك جارنا 10 سنين ونحن معززينك ومكرمينك، وبحياتنا ما طلبنا منك طلب، مأجرينك البيت وزياده ما اخذنا، عقدنا معك قلنا معلش، عم تتاخر بالاجراء قلنا فنان خطي، ولما اعتزناك بشغله ما بتلبينا؟ اي ما عم صدق. صدقني يا جار، انا حكيت مع المدير العام احمد عبد الحق شخصيا، ما رضي، وانا ما بقدر بفرض عليه رايي. لا تاخذني يا جار، انا صريح وكلمتي على راس لساني، لو كنت حطيت كل ثقلتي لك بالموضوع كان اعطانا استثناء مثل ما اعطى غيرنا. على كل حال كتر خيرك. اعطى غيركم؟ لمين اعطى؟ لفي ابني. انت متاكد؟ لا يا استاذ وحيد، عم بكذب عليه؟ معاذ الله جار، مو هذا القصد. هو اجى لعنا وحكى لنا ورجانا رقم وتاريخ الطلب يلي قبلوا منه. جار بدي اطلب منك طلب، ممكن تجيب لي الورقه اللي مكتوب فيها تاريخ واستلام الطلب؟ هلا ببعت ابني لعند رفيقه يجيبها. اذا هيك انا بوعدك انه ابنك رح ينقبل بالوظيفه او بصفى بالشر. صباح الخير استاذ. صباح الخير. هي قسمت المسابقه، طبعتها وحطيتها بظروف. حدا اطلع عليهم شيء؟ ابدا ما حدا اطلع عليهم. هو انت؟ ولا شلون بدي ما اطلع عليهم؟ بدك ياني اغمض عيوني وانا عم بطبعهم؟ عم بمزح معك، شو ما بتلا مزح. بدهم نحطهم بالوزانه. حاضر. ادريت شو ساوى المدير العام؟ بخصوص شو؟ حاكم كل يوم هذا بيطلع لنا فنطي جديد، واخر فنطي طلع فيه لغى جدول الاضافي كله. هلا وقفت على الشغله؟ بس يا استاذ الشغل رح يتوقف، لانه في كثير شغلات بدها متابعه بعد الظهر. إيه لا تدقق، نخلص الشغل ولا استاذ؟ خلص طوشتني، وجعت لي راسي. استاذ يعني رح ترجعني على المديريه؟ لا. ليش استاذ؟ ببساطة شديدة، لأنه قرار نقلك إجا من المدير العام، وأنا ما بعرف ليش المدير العام نقلك. لو ما في شيء بيستاهل ما كان نقلك. أستاذ أنت رجعني على المديرية ورح ساوي كل شيء بتأمرني فيه، يعني بتقدر تعتبرني ظلك. أول شيء أنا ماني بحاجة لظل، بعدين أنا ما بحب أمشي إلا بالطاو. إيه كويس، سعيد عاش منيح؟ إيه طيب ماشي، يا هلا. أهلا أهلا. إيه عمو صالح كملي. وبعدين يا ستي أبوها ما رضي يجوزني، قال أنا شاب زهير، شو بدي أعمل؟ أنا مشتاق لها لأمل، اللي بحبها اسمها أمل. وتوقفت لها بالحارة وقامت طالعة من البيت، رأسا خبيت هيك مع جنب بمرقتها هي، قلت لها أمل أمل، قالت خوفتني شبك، قلت لها أنا مشتاق لك يا أمل، نحن قدر نام الليل مشانك، قالت لي يا حرام، قلت لها لا تخافي عم نام بعد الظهر. المديرية نورت. دكتور أحمد موجود؟ إيه موجود، تفضل. شكرا وصلي. أهلا وسهلا سيادة الوزير شخصيا بمكتبي. أهلا وسهلا، أنت شرفت المكتب والمديرية. المكتب مشرف بأهله. تسلم، تفضل. الحقيقة زيارتك لي شرف كبير، تفضل. خلينا نقعد. هون شرف. اهلا وسهلا. كنت مري قدام الشركه، قلت لفوت سلم عليك. يا اهلا وسهلا، انت بتشرف المديريه باي وقت. طمني شو الاخبار؟ ان شاء الله مرتاح. ماشي الحال. شو يعني ماشي الحال؟ يعني ما بخبي عنك يا استاذ مازن، في بعض الاخطاء والتجاوزات لازم نلاقي لها حل. عم اسمع عنك اخبار بتشرف، الله يعطيك العافيه. في شيء ثاني غير امور الشركه؟ سلامتك. ايه على فكره، شو قصة أكرم؟ نصاب ملتشي وظالم، وشو ما حكيت لك قليل. الحمد لله الله ريحنا منه والقضاء رح يحاسبه.
تهم ثابتة عليه. بقصد ما ممكن تكون ملفقة تلفيق. حدا حاكاك مشانه؟ كتار. بس ما حبيت أوعد حدا بشي. قلت لأفهم منك الأسباب اللي خلتك تعزله وتحيله للقضاء بالأول. أنا أفضل إنه سيادتك تطلع على محضر التحقيق من نائب العام. لا لا لا، مو هلا، ليخلص التحقيق. أنا واثق منك ومن تصرفاتك، ويكون بعلمك أنا معك خطوة بخطوة طالما تصرفاتك على صواب. إيه أحمد، في شغلة بسيطة بدي إياها منك. تفضل، أنت بتأمر أمر. في شخص بهمني أمره كتير، رح يجي لعندك اليوم أو بكرة منشان ابنه يقدم على المسابقة، لأنه ما لحق يقدمها خلال المهلة المحددة، بقى يسر له أمره. أنا كان بإمكاني أعطيه الاستثناء من عندي، بس ما حبيت الشخص يحس إنه إجاك من فوق. يا ريت يا أستاذ تتصل فيه وتقول له ما يعذب حاله ويجي. شو يعني؟ ما رح تمشي له أمره؟ أنا آسف وأرجوك ما تحرجني أكثر. أنا عندي حل قانوني خلصك من كل هالإحراج. بتصدر قرار اليوم بتمدد فيه المهلة لمدة يوم واحد، بتقبل فيه الطلب وبترجع بكرة بتصدر قرار تاني يلغي قرار اليوم. أنا آسف، هذا اسمه لف ودوران، وأنا لا بحب لف ولا بحب دور، بدوخ بعدين. ولك أنت من أيام الجامعة دغري، وخليك دغري وأنا معك. شو كمان مانعين الضيافة أثناء الدوام؟ ما بخبي عنا خي عم بدرسها. لا بقول هالدرجة. شو من بعد ما صرت وزير لساتها قهوتك وسط؟ والله ولساك متذكرها وراح تضل وسط. استاذ ماهر، ما بيخفى عليك الفوضى اللي تركها اكرم بالمديريه. منيح اللي خلصنا منه، يخرب بيته ما اغلظه. هلا مهمتنا صعبه كثير، بدنا نحاول نوقف المديريه على اجريها ونحاول نطورها، واملي فيك كبير. ولو يا استاذ، انا تحت امرك وان شاء الله رح كون عند حسن ظنك. على فكرة المدير العام مبسوط منك كتير ووصالي فيك، وبده إياك تسافر على بعثتك وترجع وتستلم مهامك جديدة. المدير العام ما غيره؟ إيه؟ ليش مستغرب؟ لأنه فعلاً يا أستاذ، أنا من يوم ما تعين لا قابلته ولا قابلني غير مرة واحدة. الظاهر هو بيعرفك منيح وبيعرف عنك شي كتير. لك منين بيعرف المعلومات؟ أبصر، ما بعرف. يعطيك العافية يا حلوة. أهلين. نعم. الله ينعم عليك ويستر عليك يا قمر. لو سمحتي بدي أقابل المدير العام. أخذي موعد؟ ولشو الموعد؟ ما هو مدير عام وبابه لازم يكون مفتوح لكل الناس. وبخصوص شو بدك تقابلي؟ لما بتصيري مدير عام يبقى بقول لك، فوتي قولي له في مواطنة عندها مشكلة بدها تعرض عليك. استني هون. ايه تحركي. يلا. يا دافع البلا، شو هاد؟ اهلا وسهلا. الله يسلمك. شو بتحبي؟ ضيفك قهوه، شاي، كازوز، مازوز، زهورات؟ شكرا، ما بقدر بشرب شيء. ليش 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 ما بقدر بشرب شيء. ما قالت لك شو بدها؟ لا ما قالت لي استاذ. خليها تفضل. حاضر. استغفر الله استغفر الله. أرجوكم بوس إيدك تلبيني ولا تكسر بخاطري. لا ولو لو، تفضلي ارتاحي يا أختي، أهلا وسهلا فيكي، تفضلي ارتاحي. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، تفضلي. بسيطة بسيطة. خير، شو فيك؟ شو فيك؟ شو فيك؟ آخ شو بدي أحكي لك الأحكي؟ قصتي قصة وحكايتي جرصة. أنا يا سيادة المدير مرة أرملة، مالي بهالدنيا غير ابن واحد، ضحيت بحياتي لحتى ربيته، اشتغلت كفاية بالبيوت لحتى درست وأخذ الشهادة، وصار له سنة عم يدور على وظيفة وما عم يلاقي. اخ يا سيادة المدير، ولما ندرب المسابقة اللي عاملينها عندكم بالشركة اجوا وقدموا ورقه وما قبلوا له اياهم. ارجوك يا سعادة المدير، ما عاد فيني اشتغل وقدم له. شو؟ شوف ايدي شو صار فيها من كتر الشغل، شايف؟ شو؟ شوف كتافي تعبت من كتر النتع يا سيادة المدير. بسيطة بسيطة اختي بسيطة، بسيطة بسيطة. تفضلي تفضلي ارتاحي، تفضلي تفضلي، اهلا وسهلا. بسيطة. شو فيها اختي؟ بالنسبة تفضل. لا لا شكرا، عطر نفسك. لا شكرا شكرا، يسلموا. بالنسبة للمسابقة طبعا الموعد انتهى،
بس انت هلا روحي وبعتي ابنك وشوف شو بقدر ساعده على عيني. ولا بس انا يا سياده المدير، ابني هلا مسافر مع رفقاته على اليونان، ويمكن ما يجي، قصدي يمكن يعني يتاخر شوي. عفوا. انا يا سياده طلال. نعم. وانا يا سياده نعم. مرة عايشة لحالي بسيطة، باكل لوحدي، بشرب لوحدي، بنام لوحدي، ما في مين يدق بابي ولنه بربطة خبز عادي، مو سياحي عادي. أرجوك يا سيادة المدير تعمل زيارة لعنا وتشوف بعيونك البؤس يلي طلال. عايشين فيه طلال. قصدي يلي عايشة فيه لوحدي. وهي كاتب عنوان بيتي، طابق أرضي، في محل تصف سيارتك برا. ايوه يعني سقط لقط. سقط لقط. أيوة. الله يعينك على السكنة بالمالكة. إيه؟ الله يطعمك شي بيت هيك بشرمانة بالدويلعة بعش الورور بتدف الشوك. أبو صالح! يا 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 لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. شو في؟ راح الدكتور، راح الدكتور، راح الدكتور. ما بعرف. طيب شو اللي عم يصير؟ غارة، غارة، طفي الضوء، طفي الضوء، طفي الضوء، طفي الضوء. إذا حدا سأل عني أنا هلا برجع. حاضر. كان عندها وخطفنا مرة ثانية. بسيطة. خير إن شاء الله. أنا فايت أفهم شو الموضوع. كتر خيرك. يرضى عليكي، هي 2 ميلي كده 3 ساعات للمريضة بالغرفة 205. ماشي، شكرا. يعطيك العافية. أهلا. أهلا وسهلا. أهلا دكتور نشاط. يا أهلا وسهلا. كيفك؟ كيف شغلك؟ كيف الأحوال؟ تسلم يا رب. أخبارك؟ الحمد لله. بس طمني، شو أخبار والدته الأستاذ طلال اللي حكيتك عنه؟ والله الأستاذ طلال والدته معها احتشاء واسع أمامي. ماشي، خير إن شاء الله. خير إن شاء الله، ما بدكم توصاية طبعا. يعطيك العافية. سلم لي كثير على الدكتور مفيدة. سلام. إذا سمحت يعني ما تسجلون هنا غرفة 703. إن شاء الله ما في خطر. منقول إن شاء الله. لا، الدكاترة طمنوني إنه وضع مستقر. على كل حال أنت خليك جنبه، وإذا احتجت أي شيء أنا جاهز. كتر خيرك دكتور أحمد. عليها العافية إن شاء الله. الله معك. شكرا لك. أهلا وسهلا. كيف؟ تمام، بتسلم عليكي. سلمي لي على الدكتور مفيد. ها يلا. قطة خبز عادي مو سياحي. بقى إذا لازمتك شي ممثلة لشي دور بمسلسل، هي كتير منيحة. حاكم في أزمة ممثلات هالأيام. شبك وحده؟ شايفك مزعول. أحمد، أنا بدي أفتح معك موضوع وأخذ على خاطري منك. أخذ على خاطره؟ خير؟ من شان ابن جيراننا. الله يرضى عليك يا وحيد، لا تفتح لي سيرة الاستثناءات. اليوم الأستاذ مازن بنفسه كان عندي مشان نفس الموضوع وخجلته. بس في ناس قدروا يحصلوا عليه. مين؟ رفيقه من جيراننا. عطيه استثناء وقبلوا له أوراقه وعطينه تاريخ ورقم الطلب كمان. مستحيل، أنا ما عطيت استثناء لحدا. على كل، أنا طلبت من ابن جيراننا يجيب لي تاريخ ورقم الطلب كمان، وبكره راح يجيبه. وأنت بتجيب لي إياه فورا. خلاص افرض يا بابا. بالنسبة للمسلسل جايب لك حلقة كاملة، خليها تبين معك. شو رح تساوي؟ رح أرجع ألعب دور بهجات، وبدي فوت لمكتب أكرم. افرضها بقى. لك افرضها. أهلا وسهلا. هشام هيك؟ أهلا أستاذ جمال، عرفتني ما؟ إي والله حكاني مشانك، هذا هو طلبها؟ هذا طلبها. تفضل شوفه. لسا
معي يا سكرتيرة. أنا آسف أستاذ، طلبك عندي مرفوض. طول بالك أستاذ، لسه أنا عم نتفاهم. وعلى شو بدنا نتفاهم؟ طلبك غير قانوني، لذلك مرفوض جملة وتفصيلا. إيه أستاذ أكرم كان يدبره. دبره أستاذ، دبره، ونحن كلنا نظار، ما بخليك إلا مبسوط. تفضل خذ ورقك واطلع برا قبل ما حولك للنيابة بتهمة الرشوة. رح توقعها غصبا عنك، أنا بفرجيك شلون. برافو برافو عليك. هو هذول ما بيجوا غير من فوق، هي إذا جيتها من فوق بيوقعها غصبا عنك. فعلا فعلا. إيه ها. صباح الخير استاذ. صباح الخير. وينك يا رجال؟ تركتنا ورحت. ما في لزوم طالما حضرتك. وليش انا شو اجي؟ حضرة الملائكة هربت الشياطين. وهذا سؤال جديد بدك تجاوبني عليه. شو في علاقة ما بين رجعتي للمنصب وتركت للشغل؟ استاذ لا تفكر كثير بحكي، انا هيك بقطش وبلحش، بجيب من هون بحط هون، بجيب من تحت الدلف لتحت المزراب، من راس هاي لراس هاي، يعني حكياتي لا تاخذش عليه من كل. انا مالي فاهم شو ما احكي. تفضل استاذ، هي رقم وتاريخ الطلب. ماشي الحال. اوراق ابنك وينها؟ شحها موجوده يا استاذ. تفضل استاذ. أنا اليوم رح أقابل المدير العام، وإذا كان كلام في ابنك مزبوط من هاللحظة هي تعتبر وراء ابنك الأبلي. كثر خيرك، ما رح أسألك الفضل. تفضل جاهز. سهلين يا هلا. هي أحلى فنجان قهوة. تفضل. يسامو إيديك يا أبو صالح. الله يسلمك. دكتور بتسمح تعطيني إذن ساعة الزمان أصل على المستشفى؟ اطمن على امه الاستاذ طلال وارجع. طول عمرك صاحب واجب يا ابو صالح. الله يخلي الناس، الله يخلي الناس. انا بحياتي اذا المدير طلب قهوه ولا شاي اطلبي له من البوفيه. خير ابو صالح؟ ليش وين رايح؟ بدي اروح على البيت مشان اغير اواعي والبس طقم العرس. عندي طقم بيعجبك تمام، صار له 25 سنة بس لسا يعني ماشي حاله جديد. ايه وبعدين بدي اروح على المستشفى عند الاستاذ طلال مشان شق على امه. ايوه الله يخليك، سلم لي عليه. ايه الله يسلمك. سلم لي يا رب. خلي لي. اهلين خليها صالح، كيفك؟ مرحبا. اهلين استاذ وحيد. اهلين. المدير جوا؟ ايه جوا. طيب بدي اخذ اذن منه انا مشان اخذك معي على مسلسل جديد. عن جد عم تحكي؟ اي طبعا، عندي دور يعني ابدا الك تماما، سكرتيره وحلوه هيك وكربوجه شو اسم المسلسل؟ اسمه يوميات مدير عام. عن جد؟ اي والسكرتيره اسمها امل. مرحبا. اهلين وحيد. كيفك؟ اهلين. تفضل. شو عم تدير مع السكرتيرة برا؟ مشان التلفزيون. هاي رقم تاريخ الطلب 29/12/94، معناتها بعد انتهاء المدة بيوم. اي بس انا مالي عاطي استثناء لحدا، انا جبت السجل وطلعت ما في اي طلب مقدم تاريخ 29، وهي مشان نتاكد 29. هي 29. نعم. 29/12/94. شريف ما عندي هالاسم ابدا. طيب لشو الشب ليكذب؟ طب منين جاب الورقة اللي عليها ختم الديوان؟ ولا شو موظف الديوان يعطيه الورقة إذا ما كان أخذ منه الطلب؟ هاي الشغلة اللي بدها تفسير، لأنه ليكو ما في أي اسم لهالشب. طيب تسمح لي؟ إيه تفضل تفضل. شو؟ على أساس ما في ثقة ما؟ لا في بس. بس فعلا ما في شيء. ما في. لحظة. هاي 28 ما لها علاقة. تفضل. ب 28 مسجلوا ليكو نفس الطلب. 5207 مزبوط. غريبة بس شوف الرقم مدحوش دحش، يعني هذا الطلب بده تفسير هي القصة. طيب لها معناتها واضحة صارت الشغلة كتير، موظف الديوان قبلان الطلب وحاطه بتاريخ سابق. مزبوط. بس ليش عمل هيك؟ شو ليش عمل هيك؟ مبينة لازم تعاقبه هذا.
بعرف بدي عاقبه بس لازم افهم بالاول يا ترى حدا ضغط عليه ولا اخذ رشوه ولا طيب شو بدك تعمل؟ مثل العادي عندك زي جديد ولا بجيب لك؟ عندي واحد لبسته مره بيمشي حاله هيك الو نعم اهلين مدام اهلين ايه تكرم عينك موجود موجود ثواني بس خليكي معي استاذ مدام على الخط استاذ في لك مكالمه هلا كان وين راح الو ثواني مدام ثواني بس مدام ما بعرف هو موجود بس ما له موجود قصدي ما حدا عم يرد علي لا لا المفروض يكون في عنده حدا بس عم دق عليه وما عم يردوا علي ما بعرف لا لا مدام شو مرة شو مرة رجال عنده ايه 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 مدام السلام عليكم وعليكم السلام اهلين وسهلين لك ولا للديب؟ للديب اخي للديب ما حبيت منك اي نوم لازم تقول لي خس الديب لا تقطع دغري شو بدك اخي شو بدك؟ هيك ها خلي مجال للاخذ والعطاء اخي اي 500 ورقه ورق ابني دبرنا الطلب للمسابقه اخي ما بقدر لك لا ليش ما بتقدر؟ لانه المهله خلصت إيه بعرف انه المهله خلصت لك ليه عم بعطيك ال 500 ورقه على سواد عيونك عيونك عم تمسك امسك ولك بعدين 500 ثانيه بتمالي حامل هلا بظهرهم اذا نجح اخي القصه مو قصه مصاري لك قصه شو المهله اخي خلصت وهذا الطلب ما بقدر سجله ولا بقدر اعطي رقمه تاريخ لانه بده استثناء من المدير العام استثناء من المدير مين بده يوصل للمدير العام لك اخي اخي هلا انا عم احكي معك عربي عم تفهم علي ولا ما عم تفهم؟ كان بفهم عليك بس انت ما عم تفهم علي مسيك دبر الغرز دبر اخي ما بتتدبر الله يرضى عليك دبر اخي ما بتتدبر ايه يعني ما بيمشي الحال غير من مدير العام من معاونه ما بيمشي الحال اخي اذا بتعرفه روح لعنده ايه رايح لعنده ايه الله معك الله يسلم ما غيرت رأيك اخي روح لعنده وشوفه الله يرضى عليك بدك إيه؟ تندم عليها مخمسه هي لا اخي لا ما عاد تندم وفي بظهرها مخمسه ثانيه اذا نجح اخي مع السلامه روح شوفه مو تقول لي ناولني شو الله جابك بدك تطول بالك يا ابو رعد لايمتى استاذ ممدوح ظهري رح يطق من مسح السيارات يا أخي اصبر لك يومين ثلاثة لبينما المدير العام يرق قلبه ناحيتك أخ أخ لو أعرف شو يلي انزعله مني ما عملت له شيء خلاص خلاص أنت ترك الموضوع علي وأنا بتصرف لا تنساني لا خلاص قلت لك ما بنساك طيب السلام عليكم مع السلامة ليش هيك عم تلها؟ علني اكلنا قتله ثانيه حشكوا لبك من مين؟ من هذا ابو برق ابو رعد ابو بطيخ
هذا اللي ضربك هذيك المرة؟ ما غيره. ليش جابوا لهون؟ كان عند الأستاذ ممدوح. إيه؟ وشلون قدرت تهرب منه؟ كان طالع واحد من مكتب السكرتيرة معه هيك معاملات. إيه؟ تعبعب فيه لبين ما نفد من الحبحب هيك انت الله زمطت له. أحمد خود شرب جيب لك طاسة الرعبة؟ هلا وقت الأرق لك وحيد. أحمد ليك وشك أصفر مثل الليموني صار وفتح تواليت لك بسرعة هلا بحبحب جسمك. هلا لا تشتغل فيه اتركني بهمي. طيب شو صار معك مع موظف الديوان؟ ما رضي يعطيني الأوراق مع إني عرضت عليه مصاري تمدح. طيب شو بدك تسوي هلا؟ راح أطلبه لمكتبي وأفهم منه كل شيء بس لألقط نفسي وغير أوعي. بسرعة قبل ما يحبحب. لك شو هالمدير؟ الله لا يوفقك يا أبو العز. تعاوني وحيد تعا من رعبي مالي حسنان ارفع ايدي راح ابروك انا تعا. بدفع نص عمري واعرف شو عم يصير جوا. اسمحي لي بالدكتور عيسى. شكرا عينك تفضل. مرحبا استاذ طلال. اهلا اهلين ابو صالح. طمني شلون الوالده؟ الحمد لله. هلا الدكتور كان عندها وطمني. الف الحمد لله على سلامتها. ليش معزل حالك يا ابو صالح؟ ولو ما في شيء من قيمتك. الله يخلي لي اياك يا رب. والمدير كمان بيسلم عليك وبيقول لك اذا كنت عاوز شيء اتصل فيه. يا سيدي كتر خيرك وخيرك. والآنسة امل تسلم عليك. كمان المدير حطم محلك لبين ما ترجع. يا سيدي غمرتوني بلطفكم. العفو. بس تسمح لي لدق التليفون. مرو سيدي. الحقيقه انا طلبتك مشان اخذ رايك بموضوع. تفضلوا سيدي تفضلوا انا تحت الامر. في شخص عزيز علي ابنه تقدم للمسابقه. ومثل ما بتعرف المهله المحدده للمسابقه انتهت. وأنا بصراحة ما بدي أعطيه استثناء رسمي، يعني ما بدي أفتح عليه أبواب، لأني إذا أعطيته بدي أعطي كثيرين. فبرأيك شلون في طريقة أقدر ساعده فيها؟ بسيطة سيدي، منسجل له طلبه بتاريخ سابق. ها، يعني قصدك مثل هاد؟ إيه نعم سيدي. أنت مين سمح لك تتصرف التصرف هذا؟ أنا ما دخلني سيدي، الأستاذ ممدوح هو اللي أمرني وأنا عبد المأمور سيدي. أنت عبد المأمور للحق وبس، وما حدا بيقدر يأمرك خارج الحق حتى لو كنت أنا. وهلأ شو بتأمره سيدي؟ أنا حاضر. تشطب هذا الطلب من السجل وتجيب لي السجل لأتأكد أنك شطبته فعلا. حاضر سيدي. وأصحك تعيده مرة تانية. حاضر سيدي ما بعيده. شفت بعينك؟ برافو عليك يا احمد، برافو عليك. بس ايه زر القميص مفكوك والشوارب راح ينفكوا. لك انا شو والله شاغل لي اكل كل هالبهادي؟ شغله مالي نفع فيها، ليش لحتى اتلاعب فيها؟ بقول له الاستاذ ممدوح تور بيقول لي احلبه. خرشي الله ليني انا جبان. ايه انا جبان. قلت لها لمرتي قلبي مو مطمن من هالصبحيه. بس كل الحق على الاستاذ ممدوح. انا مستحيل اطلب منه هيك طلب. بعدين لشو اقلل هيبتي قدام موظف ادنى مني واطلب منه انه ييسر لي اموري؟ انا لو كان بدي وبيهمني الامر كنت اجيت لعندك وطلبت منك استثناء واكيد حضرتك ما كنت خجلتني. انا بامكاني طبعا اني اجمعكم وواجهكم وجها لوجه. بس لهلا لساتني اخذ اعتبار للمركز اللي حضرتك مستلمه. استاذ هذا واحد كذاب. انا مستعد واجهه.
اكيد قبض له شيء هالشيء، مش حدا وبده يلزق التهمه فيه. انا بعرفه، لكن ابو سمير فسار بعرفه طبعا. ايه ما في داعي لهالانفعال، اصلا المواجهه بينك وبينه ما راح تجيب اي نتيجه غير الشرشحه. هو راح يدعي وانت راح تنفي، او انت راح تدعي وهو راح ينفي، وما راح نوصل لشيء. على كل إن انا طلبتك لحتى اقول لك كلمتين مختصرين. اياك بعد هلا تتصرف باي شيء خارج صلاحياتك بدون ما تراجعني. غيره في شيء ثاني بدك تحقق فيه معي قبل ما امشي؟ تفضل لمكتبك. انت ظلمتني يا استاذ، يعلم الله اني احبك. هيك بتخليه بعد يوم ما تاخذ اي اجراء بده؟ شو بدي اساوي له اذا كان ما عندي اي مستمسك لهلا؟ وين بده يروح مني الا ما يوقع شي يوم ويكون بايدي الدليل القاطع اللي بدينه؟ بس حضرتك شفت اني ما فضلت حدا عليك وانه ما لك حق تزعل مني؟ فعلا فعلا انا اسف كثير، بس بدي اطلب منك شغله. خير؟ دور لي على بيت الاجر لانه رح يقلعوني اصحاب البيت. ايمي مو ما قلتي لي شو رح بتجيبي لي معك من باريس؟ باريس؟ مين قال لك اني رايحة على باريس؟ ماما. خالتي؟ وشو عرفها خالتي؟ ماما قالت لي ان بدها تروح هي وياكي على باريس تتبضعوا شوية ثياب للصيفي وتنقوا جهاز العرس وتجوا. ها هلا ما عاد عجبك الجهاز الا من باريس؟ انا اذا كانت علي لبسك من البالي بتطلعي احلى وحدة بالعالم. يا حسام انت بتعرفني منيح، كوني صرت بنت مسؤول فهذا الشيء ما حيغير من نفسيتي ابدا. بعدين انت بتعرف انا ما بيهمني المظاهر ابدا. انا متاكد من هالشيء مشان هيك بحبك. معناتها انسى موضوع باريس وخلينا نفكر بالدراسه. كيف صحتك؟ أخبارك اليوم؟ شو هاد؟ شايفة؟ غير شكل. شايفة شلون طالع بتلمع؟ بتجنن. يسلموا. صباح الخير. أهلين مين؟ الأستاذ طلال. أهلين وسهلا. أهلين طالع. الحمد لله على السلامة. طمنا شلون الوالدة؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. كيفك يا سيامة؟ أهلين صباح النور. كيف أمك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. ما غيرت لك شيء، كل شيء محله، مصنفاتك ورقات كله مثل ما هو. إن شاء الله بيسلموا إيديك، عزبناكي. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. على كل حال طالما هيك راح أعمل لكم أحلى فنجانين قهوة لأحلى شب وصبية بهالمديرية. تسلم يا أبو صالح. أهلا أستاذ صباح النور. كيف الوالدة؟ الحمد لله بخير. إذا حالتها بتتطلب وجودك عندها ما في مانع. لا معلش أستاذ، أختي إجت من حمص وقاعدة عندها. بسيطة، الله يعافيها. الله يعافيك أستاذ. يعطيكم العافية. جيبي لي المصنفات والقرارات اللي كانت بغيابي. ماشي. تفضل أستاذ بريد. يسلموا إيديك. أستاذ أنا شاكر لطفك لوافتك جنبي بمرض أمي، والحقيقة مالي عرفان كيف بدي ردلك الجميل. أنت بتعرف كيف بترده إذا كان في جميل فعلاً. شكراً لك. تفضل أستاذ. شو هدول؟ المصاري اللي أخذته منك، الحمد لله ما عدسته. لا لا خليهم معك بجوز تحتاجهم. مستورة والحمد لله أستاذ. أكيد؟ أكيد. طيب بأي وقت بتحتاجهم أنا جاهز. شكراً. مو بس هن وغيرهم كمان. شكراً لك، خجلتني أستاذ. الله يسلمك. لو سمحت أستاذ طلال خلي أمل تقول لي شو صار بموضوع المسابقة وتجيب لي قائمة بأسماء المتقدمين للفحص الكتابي اليوم وتاريخ تقديم طلباتهم. حاضر أستاذ. شكرا. صباح الخير. صباح النور. إذا ممكن وزع لي الأوراق. على عيني وراسي. يلا تفضلي. بسرعة بسرعة بسرعة. يلا ها. هوا هوا مثل الهوا ها. على عيني. تفضل. يسلموا. شريف. الله يسلمك. خالص مثل ما شايفين الاسئله مختومه ومحطوطه بظرف وكل شيء نظامي وعلى التمام، وهلا رح اوزع لكم الاسئله وبتمنى لكم امتحان موفقين فيه. شرف حبيبي. شكرا.
استنى لكم امتحان باهر. تفضلوا شرفوا اكتبوا عيني. سبق ماشي ولا يهمك، سبق وطمنتك ابنك ناجح لا تاكل هم. يا سيدي يكتب اللي بده اياه، ما حدا رح يقرا اللي كاتبه. هي كلها شكليات، اسماء الناجحين رح تطلع من عندي، واول اسم حيكون اسم ابنك، اطمن. الاشطايات وصلوا، بس زعلت على سهام ما قدرت تاكل منه. قال شو عامل ريجيم على الاناناس والمانجا والكاوي؟ تبعت لنا اياها تعملها والله. اي بتكون فضلت. اي طيب خلص طمن طمن، مع السلامه. تضرب انت وهيك قشطه خامه. يلي بدهم ينجحوا بالمسابقة. وشو عرفك أسماء بدهم ينجحوا بالمسابقة والمسابقة لسه ما انتهت؟ قدموا الفحص الكتابي ولسه في مقابلة شفهية. لا هاي الشغلة شكلية، نحن بنعملها مخصوص مشان إذا إجوا سألونا نجحنا بنقول لهم لا رسبتوا. وهدول الأرقام ليش تركها فاضية؟ لا أستاذ هدول تركت لك ياهم، اكيد في عندك ناس بهمك امرهم وبدك ياهم ينجحوا، وكمان اذا ما بيكفي العدد في اسمين بالاخير اشطبهم، هدول ما كثير مهمين. ها يعني واسطتهم مو كثير كبيره؟ كبيره بس البقيه واسطتهم اكبر. شوف ممدوح، انا لا متبني حدا ولا بقبل واسطه حدا، الاجدر فيهم هو اللي بينجح ومين ما كان يكون. بس يا استاذ في ناس مهمين واعدهم وما بقدر اقول لهم لا. هون انا اللي بقرر مو انت، وانا اللي عم اقول لا، وروح بلغهم هالشيء. طيب مثل ما تأمر. في شيء ثاني؟ لا سلامتك. تفضل لمكتبك. عشنا ويا ما حنشوف عوجة والطابق مكشوف، عشنا ويا ما حنشوف يا ما حنشوف عوجة والطابق مكشوف مكشوف عوجة. مثل ما قلت
ما حنشوف.